السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بانوراما الصحافة. البداية من عين ليبيا التي رصدت اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز أو القائد الأعلى للجيش فائز السراج الاثنين في العاصمة طرابلس برئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان الفرعية وآمر الحرس الرئاسي ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية ورئيس هيئة العمليات ومدير إدارة الشرطة العسكرية ومدير هيئة التدريب واللجنة المكلفة من السراج للاجتماع في القاهرة مع نظرائها من المنطقة الشرقية لبحث توحيد الجيش الليبي. اللجنة عرضت خلال الاجتماع نتائج مباحثاتها في القاهرة وما توصلت إليه من نقاط اتفاق حول توحيد المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالسلطة المدنية، وما خلصت إليه المحادثات حول الهيكل التنظيمي للمؤسسة. وقال السراج إن الجيش الليبي سيظل جيشا واحدا مبنيا على عقيدة الولاء للوطن والمحافظة على استقلاله وصون كرامة مواطنيه، مؤكدا أن مسار توحيد الجيش يكتمل بنجاح المسار السياسي التوافقي، ويحتاج المساران إلى أن تتوقف بعض أطراف المشهدين السياسي والعسكري من محاولات العرقلة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق هذا التوافق. إلى ليبيا، الخبر التي كسبت: لا يزال شبح عودة تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على مدينة سرت وأهلها بعد قرابة عام على طرده من معقله هناك. فعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني، لا يزال السكان قلقين من المتشددين المختبئين في الصحراء إلى الجنوب من المدينة، والذين كثفوا أنشطتهم في الأشهر القليلة الماضية بإقامة نقاط تفتيش وشن هجمات بين الحين والآخر. حاليا تدير قوات محلية نقاط تفتيش على مشارف سرت وتسير دوريات إلى الجنوب، لكنها تقول إنها تفتقر إلى المركبات والسلاح اللازم لملاحقة المتشددين الذين انسحبوا إلى معسكرات متنقلة في الصحراء. ويوضح طاهر حديد المسؤول في القوات التي تؤمن المدينة إنهم يحتوون التهديد، لكن لا يمكنهم ملاحقة عناصر التنظيم لأنهم لا يملكون العتاد الملائم مثل العربات الرباعية الدفع اللازمة للتحرك في الصحراء، مضيفا أنه من غير الممكن أن يسيطر التنظيم مجددا على المدينة، لكن هناك مخاطر من التعرض لهجمات. ويشدد سكان ومسؤولون في سرت على أنه لا يمكن التصدي للتهديد من دون دعم ملائم من الدولة وقوات أمن محترفة. ويشير المسؤول المحلي الصديق إسماعيل إلى أنهم يعانون نقصا في الخدمات، ولا توجد أي جهود أو نتائج حقيقية على الأرض على أي مستوى. بوابة الوسط عنونت: 53.5% من الليبيين لا يعتبرون الأمن والاقتصاد أهم التحديات الحالية. وفي السياق، أظهرت دراسة للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي أن نحو 46% فقط من الليبيين يعتبرون الأمن والاقتصاد أهم التحديات في الوقت الراهن، فيما ترى النسبة الباقية أن أسبابا أخرى تثير مخاوف من التحديات التي تواجه البلاد. وذكرت الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان أن نحو 20% من الليبيين يعتبرون الأزمة الاقتصادية وضعف الدخل من أكبر العقبات التي تعترضهم. 10.9% يرون في أزمة البطالة أهم التحديات التي تواجههم، وذهب 10.5% من الليبيين إلى أن نظام التعليم وعدم التوافق مع سوق العمل تحدي كبير، بينما شكل ضعف الوعي والتمييز ضد المرأة نسبة أقل بحسب رأي 8.5% من المشاركين في استطلاع الدراسة. يذكر أن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي انتهى من العمل على دراسة وطنية لحالة الشباب اعتمادا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250 في ديسمبر 2015 بشأن دعم وتعزيز قدرات الشباب وتدعيم مشاركتهم المدنية والسياسية وتمكينهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وننتهي بكم إلى عربي 21، حيث نقرأ: نشرت صحيفة نيوزويك الأمريكية تقريرا نقلت فيه عن مجموعة من المبرمجين المسلمين قولهم إنهم بدأوا شن حرب على الإنترنت ضد تنظيم الدولة الإرهابي، وتوعدوا بمحوه تماما من على الشبكة المعلوماتية. المجموعة قالت إنها باشرت حملة إخراس السيوف التي تهدف إلى إغلاق مواقع وحسابات وخوادم خاصة بتنظيم الدولة، موضحة أنها وبعد اختراق موقع وكالة أعماق تمكنت من الكشف عن عناوين البريد الخاصة ب2000 مشترك في الموقع. وفي تغريدة على تويتر قالت المجموعة: شوارعنا وحقولنا حمراء من دماء شهدائنا بسبب داعش، سنطهر الإنترنت منه، وسيكون انتقامنا في 17 نوفمبر 2017. وبحسب راجين ريسينغ العضو باسم مستعار في المجموعة، فإن أكثر من نصف مواقع وحسابات تنظيم الدولة ضعيفة وسهلة الاختراق. يذكر أن أنصار داعش والتقنيين داخل التنظيم الإرهابي لعبوا دورا مهما في الحرب الإلكترونية خلال السنوات الماضية، ما دفع بالولايات المتحدة ودولا أوروبية لاتخاذ إجراءات حازمة ضد وجوده على الشبكة العنكبوتية. مشاهدينا، والآن إليكم الصور أو الرسوم التعبيرية الكاريكاتير. هذا كل ما لدينا ختاما، إلى اللقاء.